ولسه معانا اكسسوار المذبحه، لسان طاجن لسان بالحمص. عندي لسان مسلوق وحمص مسلوق وعصير طماطم وطماطم بصل وملح وفلفل وثوم ومرق وسمنه، جوز الطيب مسكه، وعندي كمون ورق لورو جزر كرفس كرات حبهان فلفل حار والرز عملناه. طيب كده هنا ايه؟ حطينا الثوم والسمنه. نركز بقى في الاكله دي والنبي عشان ايه؟ الاكله دي حرشه وجميله. حرشه وجميله. ده بصل. عشان ننسى اللي فات واللي حصل. معايا يا باشا؟ قال لي معايا ومش ويايا. وادي حبه حبهان كل جوز الطيب لورو مرق كرفس وكرات وفلفل حار. لسه السلطان بيبر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. شوية كمون شوية كمون. وقول لي بحبك قول لي. دي الطماطس ده الجزر حمص وادي الوتر بس مش كفايه مش مشكله كده. مستنيك انا السنه دي. جايز اهو كده التشطاشه.